أني أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين مع استمراري في العمل السياسي والحزبي والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة. استقالات وانشقاقات عن حركة الإخوان المسلمين في ليبيا المصنفة بالجماعة الإرهابية لم تكن استقالة الإخوان خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة هي الأخيرة، حتى تتبعه استقالة العديد من القياديين البارزين في الحركة من مدينة الزاوية، انسحابات وصفها خبراء بأنها ليست إلا ألاعيبا سياسية تمارسها الحركة. القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع قال إن الاستقالات الجماعية التي لوح بها أعضاء جماعة الإخوان في ليبيا ليست إلا مجرد خدعة سياسية لا أكثر. ربيع لفت في تصريحات صحفية إلى أن السيناريو حدث سابقا من قبل إخوان تونس المعروفين بحزب النهضة ومن قبلهم إخوان المغرب، ولكن تلك الأقاويل والوعود شكلية فقط. وأضاف أن ما يروجه إخوان ليبيا عن مراجعات ليست سوى محض أكاذيب، لأنه إذا كانت المراجعات حقيقية فعليهم إعلان خلع البيعة من مرشد الإخوان في مصر، إضافة إلى نبذهم للعنف ولمشروع الجماعة الإرهابية الذي من شأنه تدمير المنطقة والعالم. يذكر أن المشري قيادي بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي ومن مؤسسي حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لإخوان ليبيا، كما تجمعه اتصالات وثيقة مع الإخواني الليبي المقيم في تركيا علي الصلابي ومفتي الإرهاب الصادق الغرياني، وقد بدأت علاقته بالتنظيم مبكراً وشارك في عدة أعمال خاصة بالتنظيم، واعتقلته الدولة الليبية بين عامي 1998 و2006 بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية. موقع أفريكا إنتليجنس المقرب من دوائر استخبارات أوروبية قال إن المشري وقياديين آخرين في حزب العدالة والبناء تورطوا في اختلاسات مالية تقدر بأربعين مليون دولار من خلال تدخلهم عبر بعض الوسطاء في ملف توريد المعدات العسكرية من تركيا إلى ليبيا. يبدو أن الانشقاق عن حركة الإخوان المسلمين الإرهابية ما هي إلا انشقاقات شكلية فقط، حتى يتسنى لأعضائها الحاملين للمعتقد الإخواني التنصل من تهم الإرهاب والفساد المنسوبة إليهم.